أنا مش فاهمة أنت إيه اللي خلاكي تخرجيه من المستشفى من أساسه. عشان الدكتور قال لي إن مفيش في إيده حاجة يعملها، واللي هتعمله الممرضة هناك أنا أقدر أعمله هنا. بس ده جوزي وأنا أعرف أرعاه. راعي نفسك واللي في بطنك. ما اشتكيتلكيش، لما بأجي أشتكي لك يبقى راعيها أنت. مش هستناكي لما تيجي تشتكي، ومش هرتاح ولا أطمن إلا وابني قدام عيني، ومش هخليه يرجع الأوضة مع فؤاد عشان تفضلي أنت داخلة خارجة عليهم للنهار. بالهداوة هنحلها يا ست سكينة، أنا ممكن أسيب له الأوضة خالص وأروح أنا أقعد عند أي حد من الزملاء لغاية لما يقوم بالسلامة. مش هسمح لها تقعد مع ابني لوحدهم. ابني ابني، زي ما يكون محدش خلف غيرك، زي ما هو ابنك فهو جوزي وابو اللي في بطني، يعني ليا فيه زيك ويمكن اكتر. من ساعه ما قربتي منه ما شفناش غير الخراب والمشاكل. بس يا شيخه جبروت، الراجل مرمي جوه اوضتي مش فارق معاكي وعماله تظلمي فيا وفيه. بس يا امشي من قدامي. مش ماشيه، مش ماشيه يا فؤاد. وعشان تبقي عارفه بقى، لو في حد شغل في اوضتي مش انا، السبب ان هو مرمي جوه اوضتي، خليتي الغلبان ينسى سكه الكهرباء ويحصل له اللي حصل له، والرقده اللي هو فيها دي بسببك انت. والله اعلم هيفوق منها ولا لا. سكينة، حصليني على المكتب. ادخل. أنا مقدرة إنك أنتي قلقانة ومتأثرة بتعب أمين، إنما اللي أنا مش هقدر أقبله إنك أنتي تتخانقي مع واحدة بتشتغل تحت إيدك وكل الناس تسمع. في أخطاء ممكن تعدي، وفي أخطاء لا تغتفر. أنا فعلاً كان ممكن أعدلها حاجات كتير وأقبل بوضع أنا شايفة إنه مش صح لمجرد إن دي أوامر حضرتك، بس الحقيقة لما الموضوع يجي لحد ابني يبقى لأ. أنا أسفة، لا هقدر أغفر ولا هقدر أعدي. مش دخل أمين في خناقة ما بينك وما بين ورد. ما أنا ما كنتش عايزة أشغل حضرتك بمشاكلنا الشخصية، بس للأسف البنت اللي حضرتك أصريتي إنها تفضل موجودة في الأوتيل رغم تصرفها اللي مش أخلاقي، البنت دي ضحكت على ابني وخليته يتجوزها ومن ورايا، وكمان ياسب اللي في بطنها ليه. انت قصدها تقول ان اللي في بطن ورد ده يبقى ابن امين؟ مش عارفه، مش عارفه اسمها تاني. هي قالت لي قصه وقالت لحضرتك قصه تانيه، أنا مش عارفة أنهي فيهم الصح بصراحة. ما يهمنيش، أنا كل اللي يهمني في الحكاية دي ابني. يا هانم، أنا كان ممكن أرضى بالوضع اللي حضرتك فرضتيه ووافق على حاجات كتير مش عاجباني واسكت ما اتكلمش، بس دلوقتي شايفة ابني مرمي مش قادرة أعمل له حاجة، مش حاسس بأي حاجة في الدنيا غصب عني، مش طايقة حتى ريحتها في الدور تحت. متهيألي السنين اللي خدمت فيها في الجراند أوتيل وخدمت حضرتك برضو تسمح لي إن أطلب الطلب ده. أنا مش هقبل بوجود البنت دي تاني،
أنا مش هقبل. ممكن أمشي؟ بعد إذن حضرتك. وضع إيه سيادتك؟ أنت مش قلتي إن في واحد في البلد هو اللي ضحك عليكي وإنه هو أبو اللي في بطنك؟ أيوه. طيب يبقى ليه تقولي لسكينة إن أمين هو أبو اللي في بطنك وكمان تتجوزيه؟ يا اسمة هانم، أمين كتر خيره طيب وجدع، ما هنش عليه إهانة أمه ليا ولا إن منظري يبقى وحش قدام الناس اللي تحت وأنا بطني عمالة تتنفخ يوم ورا التاني من غير جواز. أنا عارفة إن سيادتك هتقفي جنبي لحد مولد، بس برضو الواحدة ملهاش غير سمعتها. يعني أنت قصدة تقولي إن أمين اتجوزك وهو عارف إنك حامل من حد تاني؟ سطر عليا إلا يستر عرضه، بقول لسعادتك طيب وجدع. بس سكينة بتقول إنه عايز يكتب الطفل باسمه. وأنا معرفتش أقولهم حاجة على الاتفاق اللي بينا، فقلت هقوله كده لحد مولد، وساعتها هقول إن اللي في بطني نزل ميت، وناخد الفلوس ونبقى نروح أي حتة بعيد عن هنا. ادعي له بس إن هو يقوم بالسلامة، واتفقنا زي ما هو. اه طبعا زي ما هو، ده بلا نقاش. واعملي حسابك اللي حصل تحت ده ما يتكررش تاني، تبعدي عن سكينة الفترة اللي جاية، وأي خطوة بتعمليها كبيرة كانت ولا صغيرة أنا لازم أبقى عارفة. فاهمة؟ امشي. الغنوة اللي انت بتحبها شغالة اهي، سامعها؟ على فكرة انا عارفة انك سامعها، زي ما انا عارفة ربنا مش هيكسر قلبي عليك ابدا، عشان هو حنين وعارف ان لو حصل لك حاجة انا مش هستحمل، مش هعيش بعدك دقيقة واحدة. انت عارف يا دي امين ان انت بقيت سبب الاعادي هنا؟ اه والله العظيم، اكتر من نزلي كمان. مش مصدقني صح؟ وغلاوتك عندي متستقلش بغلاوتك دي، عشان دي طلعت كبيرة قوي، بس حتى أنا مكنتش أعرف. أنا بحبك قوي يا أمين، والله ما بكدب ولا بمثل عليك، ولا بحبك اللي بقولها لك دي في من وراها أي غرض، بس ما كانش لازم توجع قلبي عليك قوي كده يعني عشان تحسسني اني بحبك. تلاقيك عمال تقول لها الست الرغاية دي هتسكت امتى بقى عشان اعرف اسمع الاغنية؟ بس على فكرة الدكتور هو اللي قال لك اتكلم معاك كتير، عشان هو متأكد انك بتسمعني. سامعني يا أمين؟ أنا عارف إنك سامعني. إن شاء الله ربنا يستجيب للدعاء وهتقوم. وحشني أسمع صوتك. وحشني فضفضلك. وأنت ترد عليا بردودك الغبية المستفزة. أنت عارف إني خايفة؟ والله العظيم خايفة أوي، خايفة عشان انت
ما بتبصليش البصه اللي بتطمني ولا بتطبطب عليا وانت بتضحك في وشي ولا بتاخدني في حضنك. حقك عليا لو ضايقتك في اي حاجه قبل كده. حقك عليا ما كانش قصدي. طب عشان خاطري مش انت كنت عايز تعرف انت غالي عندي قد ايه وبحبك قد ايه؟ اديك عرفت. قوم بقى واوعدك ان مش هقسى عليك تاني واني هفوت لك الغلطه البايخه اللي انت عملتها وهحاول احب البنت اللي اسمها ورد دي عشان خاطرك ما دام انت بتحبها. ونادر عليا لو حد عمل فيك كده قصد هتشوف انا هعمل فيه ايه. هاخد لك حقك من حبيب عينيه. بس قوم والنبي وغلاوة وردة عندك لا تقوم. اصل انا عارفه انك بتحبني وسامعني. قوم يا حبيبي قوم والنبي. عايزني قال اقعد يا ورد. هما كلمتين هقولهم لك وعايزك تفهميهم كويس. انا مقطوع من شجره ومليش في الدنيا دي كلها غير اخ واحد لا هو من امي ولا من ابويا واسمه امين. ما هو كمان بيقول عليك كده. تمام. مع انه طيب وبعتبره اخويا الصغير اللي اني اتعلمت منه درس كبير ومهم. حاجه يمكن اكون بحسده عليها. علمني ان اللي بيحب بيسامح وبيفضل اللي بيحبه عن نفسه وبيحبه اكتر من نفسه كمان. وامين بيحبك اكتر من نفسه يا ورد. ولو ما قدرتيش حبه ده وعملتي له ألف حساب أنا اللي هقفلك. ولو فكرت تأذيه أنا اللي هأذيكي. أنا مش فاهمة إيه لازمته التهديد ده. من غير ما تفهمي أنا مش عايز أنبش في اللي فات. كلنا غلطنا زمان. اللي مسامح كريم وأمين كريم قوي ومسامح قوي. إنما هتغدري بيه لا عمري هبقى كريم ولا عمري هعرف اسامحك. العرسان وصلوا. قصدي هانم ومراد بيوصلوا. احنا كنا خايفين تولد قبل ما ترجعوا. لولاكم ولولا شغل القتال احنا عمرنا ما كنا رجعنا. لا انتوا قضيتوا شهر عسل بالطول والعرض. ده مش شهر عسل يا ماما، ده شهر ونص. جبت حبه حاجات للبيبي؟ اه صح، هتكفيه لحد يوم الفرح. يلا انتوا كمان اتجدعنوا وغيروا من امال واحسان. امال فين ده تسكينة؟ يعني ايه ما حدش يبلغني؟ هو مش امين ده اخويا برضه؟ واخوك رايد بين الحياه والموت. محدش عارف اذا كان هيخف ولا هيفضل طول عمره كده. لا ما تقوليش كده. ما تقوليش كده، هو هيبقى كويس ان شاء الله.
جرى له حاجة قبل ما هسامح نفسي. هيقوم وهيبقى أحسن من الأول كمان. متصوريش كنت محتاجة الحضن ده قد إيه. مستنياك تهدى علشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ لتاني مره حضرتك بتاخدي قرار بخصوص الاداره من غير ما تتناقشي معايا، كانك ما صدقت اني اسافر علشان تعملي كده. هو انت فاكر ان اي قرار اخدته او هاخده بخصوص الاوتيل مضطر اخد رايك ولا حتى اناقشك فيه؟ انا طبعا ما كنتش احب انك انت تتفاجئ على الغدا مع احسان، بس هو اللي حصل بقى ملحقتش اقولك. تقولي لي ايه؟ تقولي لي ايه يا اسماء تاني؟ ان حضرتك بتحركينا زي عرايس الماريونيت؟ النهارده انت المدير، بكره نائب المدير، بعده انت تركن عراف، صح؟ عارف مشكلتك ايه؟ انك فاكر انك فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه وانك ما بتغلطش. انت طبعا سافرت من هنا وسبتني في وسط المشاكل. الحجوزات اللي عماله تتلغي، فلوس الصيانة اللي مفروض أدفعها، المديونية اللي عليا اللي عمالة تزيد مش هقدر أدفعها ولا أنت هتقدر تدفعها. الوحيد اللي يقدر يدفعها هو إحسان، أو بالأصح أبو إحسان. سنين بركات، ولو روحت تطلب الفلوس مش هيديها لك. مكانش قدامي حل غير إن أنا أمضي على عقد إدارة جديد. في بنت صغير بيقول انه مفروض يدفع اي مديونية على الاوتيل طول فترة ادارته. وهو وافق امتى على العقد ده؟ يقدر ما يوافقش؟ انا حماته اللي انصفته خليته يمسك ادارة الاوتيل اللي طول عمره بيحلم بيها. آخر مرة تكلمني بالأسلوب ده، وعمل حسابك التمن اللي انت دفعته علشان تمسك إدارة الأوتيل تمن ناقص. إن جيت للحق بصراحة، إحسان المفروض يمسك إدارة الأوتيل لوحده. عارف انها رجعت يا امين؟ ومن ساعه ما رجعت وانا بتهرب يمين وشمال عشان ما اشوفهاش، مع اني هموت واشوفها. ما تخافش انا ما اتجننتش ولا حاجه. بصراحة مش عارف لو شفتها هعمل ايه. هتخانق معاها وازعق لها واقول لها ليه عملتي كده فيا وفي نفسك، ولا هاخدها في حضني واقول لها ليه وحشتيني، مع اني كنت وعد نفسي ما افكرش فيكي تاني. مش عارف. ازيك يا فؤاد؟ الحمد لله على السلامة يا نزلي هنا. الله يسلمك. يا أخبار أمين؟ ادعيله ان شاء
شاء الله الدكتور جاي بكرة ويطمنه. إن شاء الله يطمنه. أمال فين دادا سكينة؟ دادا سكينة مع الرئيس صديق بيراجعوا الحسابات، بس هي مش هتتأخر لأن هي من ساعة ما حصل له اللي حصل له ده وهي بتقعد جنبه على طول، ما بيسيبوش كتير. اتفضلي. طب أنا هرجع في وقت تاني. أنا بحبك. والله العظيم حاولت أبطل بس ما قدرتش. أنا مش عايز أبوظلك حياتك، بس أنا مرضتش أسافر علشان كان في حاجات أنا عرفتها كانت لازم أقولها لك، بس بعدين رجعت قلت لأ مش هقولها غير لما أنتي تسأليني عليها. أو يمكن كنت بدور على أي حجة عشان أفضل قاعد. صعب عليا إن أنا أشوفك مع راجل تاني. بس الأصعب إن أنا مشوفكيش خالص. بيك يا أمين، على الأقل لما بيبقى عايز يفضفض ويحكي عن اللي جواه تبقى أنت موجود، حتى وأنت نايم كده ما بتقولش حاجة. الفضفضة بتريح الوجع اللي جوه. أنا بقى ما عنديش حتى فضفض له، ما ينفعش اشتكي ولا حتى لنفسي. مش عايزه اقعد لوحدي عشان ما افكرش فيه. حاولت اهجر رجوعي مع مراد عشان مش عايزه اشوفه، عشان متاكده لما اشوفه احس بكل الاحساس اللي انا حسيته دلوقتي. مينفعش احبب نفسي في مراد لولا كل الحب اللي هو بيدهولي. عارف ليه؟ عشان مينفعش تحبب نفسك في حد وانت بتحب حد تاني. وانا بحبه يا امين، مش هتكلم في الشغل غير لما تاكلي. على فكرة ده عمايل ايديا. مش قادرة. عارف انك مالكيش نفس تاكلي، بس عشان خاطر امين ولا انت عاوزة توقعي من طولك وترقدي جنبه؟ يا ريت. بطلبها من ربنا طول الوقت ارقد مكانه وهو يقوم بالسلام، صوته يملى عليا الدنيا تاني.
تفتكر انا فعلا السبب في اللي حصل له؟ وحيد الله ست سكينة. بعدين اللي قالته ورد النهارده كان كلام في ساعة غضب. يعني الخناقة اللي كانت بينك وبين أمين ما كانتش من قلبك. اللي في القلب في القلب يا ست سكينة. بصي أقول لك على حاجة. المشاعر الوحيدة اللي متفق عليها على مستوى الكون كله هي المشاعر اللي بتربط الابن بأمه. مهما غاب عنها يرجع تاني يجري عليها ويتمنى يترمى في حضنها. وهو عارف كويس قوي ما فيش واحدة في الدنيا ممكن تضحي بحياتها عشانه غير أمه. كنت فاكرة إني لما أسعى عليها هقوي على الدنيا. ما أخدتش بالي إني بقف مع الدنيا ضده. طول الوقت كنت حاسة إن الدنيا ظلمتني وظلمته. بس لما بفكر دلوقتي بلاقي إن أنا ظلمته أكتر. شايلتك همي. مش كفاية كنت شايل عني كل الشغل من ساعة أمين ما تعب. على فكرة أنا كمان عايزة أعتذر لك عن كل الحاجات البايخة اللي عملتها معاك من ساعة أنت ما جيت. بالنسبة للشغل ما تحمليش همه. أما بالنسبة للحاجات البايخة اللي أنت عملتها معايا دي فأنا عايز أقول لك على سر بخصوصها بقى. أنا ما بصدقكيش. مع انك احلى كتير من نجمات السينما كلها. لانك ما ينفعش تبقي نجمه سينما. عارفه ليه؟ عشان انت ما بتعرفيش تمثلي يا سكينه. ما بتعرفيش تمثلي. اللي في قلبك في عينيكي. افتكر دول كفايه عشان تذكره القطر اللي هتروحك بلدكم وتجيب حاجه حلوه لاولادك وانت مروح. مش فاهم حضرتك. انا مستغني عن خدماتك عشان مفيش ولا حاجه طلبتها منك وحصلت زي ما كنت عاوز. يا مراد بيه انا بعمل اللي عليا. هم اللي سبعه ارواح. عشان كده بقول لك انا مستغني عن خدماتك. مش محتاج احذرك ان من مصلحتك ما الاقيكش في اسوان تاني. ولو انت برضه بسبع ارواح مش هرتاح غير لما اخلص على السبعه. اتفضل. انا ما بقتش فاهمك يا امال. ليه بس يا احسان؟ عشان متغيره. موضوع الاكسترا بيت ده وقلتيني ما بقتش مرتاحه انام جنب حد وخايفه تخبط لي بطني كانك نايمه جنب تور مش بني ادم. مع اني ما بتحركش وانا نايم. والحمام اللي بتغيري فيه طول النهار وكل ما اقرب منك تبعدي عني كانك مش طايقاني. مع ان الترجيع وقف وريحه برفاني ما بقتش بتضايقك زي الاول. ما تبقاش حساس قوي كده يا احسان. انت بس هتلاقي موضوع رجوع مراد من السفر والاداره لا يا امال. مش مراد ولا الاداره. انت فيكي حاجه متغيره. احسان انا عارفه ان انا تعبك معايا ومحملك فوق طاقتك. وبعدين بصراحة أنا نفسيتي لسه تعبانة من ساعة موضوع ده. زي ما أنا عارفة إن الموضوع لسه مأثر فيك. حتى لو بنحاول نبان عادي قدام الناس بس أنا قدامك مقدرش أكدب عليك ولا أمثل. يا أمال إحنا مش اتفقنا ننسى الليلة دي؟ بحاول والله يا حسين. معلش. أنا عارفة إن أنا تعبتك معايا. بس استحملني لحد المولد. وأنا متأكدة إن أول ما ابننا يجي التوتر ده كله هيروح. استحملني عشان خاطري. ابنك مش مبطل حركة. تصبح على خير.
انت من اهله. فطرت طيب ولا بتشرب قهوه وسجاير على الريق؟ لا فطرت الحمد لله. انا عارفه انك متضايق من اللي حصل لاني والله قاعده بفكر لو في حاجه اعملها ولا اقولها تريحك حتى لو شويه قد كده. مفيش حاجه نقدر نعملها دلوقتي غير ان احنا ندعي له. انت بس بقى خلي بالك من ورد. ورد دي مقطعه قلبي يا حبه عيني، ما تاخذنيش يعني، بس طول عمري فاكره ان ورد ما عندهاش قلب وبلا، بس من ساعه اللي حصل وهي عيني دماغها ما بقتش فيها. يا حبيبتي على طول سرحانه وما بتنامش ودايما بتتقلب ودماغها قاعده بتوديها وتجيبها. ده انا بقيت حتى بقلق وابص جنبي في السرير ما لقاهاش، ولا هي فجاه طالعه لي من تحت سريري كانها كانت خايفه ولا مستخبيه من حاجه. والله خايفه لحسن يكون جه للبيت لطف. مش سهله برضو على عروسه جديده يحصل كده مع عريسها. تحت سريرك؟ بجد يا امي ولا بتطمنيني وخلاص؟ طيب ودي التنفس تحسن؟ طيب انا هكلمه بالليل اطمن عليه واشوف الدكتور قال له ايه. مع السلامه. سلام. صباح الخير. صباح النور. انا قلت انت هتريح من تعب السفر. انا قلت اخفف عنك الشغل وكفايه قوي الفتره اللي كنت مسافر فيها. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. حبيبك؟ طبعا حبيبي وعديلي وزميلي في الاداره كمان. ده كلام مبشر جدا. انت قلتها لي قبل كده احسان وكان عندك حق. احنا عيله واحده عشان كده لازم مصلحتنا تبقى واحده، وكمان عندنا هدف واحد اهم من اي خلافات كانت بينا. احنا لازم نخرج من الازمه اللي احنا فيها دي. ده حقيقي. عشان كده لازم نشتغل مع بعض. بمجهودي وعلاقاتك نقدر نرجع نسبه الاشغال زي الاول واحسن كمان. كمان عايز اخد رايك في شويه اساليب للدعايه مختلفه وهايله شفتها وانا في شهر العسل، ونشوف ايه اللي ينفعنا منها هنا ونطبق. انا جاهز يا مراد. الهوانم في انتظار حضراتكم على الفطار. يلا بينا. يلا. ارجوكي تهتمي بموضوع الدكتور ده شويه، ويا ريت تيجي يشوف امين في اسرع وقت. يا حبيبتي انت ليه مش قادره تفهمي ان انا حاولت اتصل بيه اكتر من مره وما لقيتوش؟ انا بعد الفطار هكلم دكتور مينا اللي كان بيعالج زهيري الله يرحمه. ده دكتور شاطر جدا، احسن من دكتور اسمه ايه ده اللي انتوا بتحاولوا تتصلوا بيه. يا ريت ما يكونش الدكتور مينا ده اللي كان بيعالج الباشا في اخر ايامه يا فخر هانم. امين لسه صغير. انت كمان على فكره لازم تنزل له يا مراد. امين ده مش مجرد موظف عندنا، ده ابني، ده سكينه، يعني واحد مننا. ولو اني مش معاكي في موضوع واحد مننا، بس حاضر حبيبتي هبقى اطمن عليه. بس ما هو مش هيحس بحاجه، انت مش بتقول ان هو في غيبوبه؟ بغض النظر عن الحس ولا لا يا مراد، دي لفته انسانيه هيكون ليها اثر ايجابي على كل العاملين في الاوتيل. يا سيدي كفايه انك انت اللي تبقى تهتم بالموضوع ده. لا مش كفايه يا ماما، مراد لازم ينزل هو كمان. حاضر يا حبيبتي، قلت لك انزل. صعبان عليا قوي، بالذات بعد ما عرفت ان هو عريس جديد. عريس؟ هو اتجوز كمان؟ اتجوز ورد، واحده بنت من الهاوس كيبنج. عارفها؟ اه. على فكره اللي حصل للولد ده مسؤوليتكم انتوا، لانه اتكهرب هنا في الاوتيل بتاعكم. وازاي حضرتك تبقى عارفه حاجه زي دي وما تقوليليش؟ يعني لو كنت قلت لك كنت هتعملي ايه غير انك انت تقعدي وتقلقي وخلاص؟ وافرضي بقى بعد ما اتجوزت امين رجعت في كلامها، هنعمل احنا ايه ساعتها بقى؟ مش هترجع في كلامها، احنا خلاص متفقين، وانا بدلها بقدر انها محتاجه. ده غير ان الست سكينه دي مش هتقبل ابدا ان ابنها
يكتب الولد ده باسمه وهو عارف ان الطفل ده مش منه. ايه دي؟ ادخل. عاملة ايه دلوقتي؟ كويس؟ مفيش جديد؟ دعيله. بدعيله. أنا رايحة أستلم الورد بتاع الخضار. روحي اقعدي معاه شوية. حاضر. وأنتي قاعدة جنبه تكلمي معاه كتير. أنا بعمل كده وحياة ربنا. عندك ريحة؟ آه. حطي منها وانت رايحة. غيري هدومك ولبسي فستان حلو وسرحي شعرك وخلي شكلك حلو وانت رايحة. لازم نصدق انه بيحس بينا بسمعنا. اصل الدكتور قال لي ان ده هيفيده قوي في العلاج. لازم تدوري على طريقة تخليني أحبك بيها عشان أنا ما عنديش حل تاني غير إني أحبك، لأن ابني بيحبك وابني أهم عندي مني ومنك. تدخليش. تيلاش مش هتدخل.